احنا لسه مكملين معاكم سلسله صناعيه الفن وعن الجنود المجهولين في صناعه السينما والدراما اللي من غيرهم الصناعه ما تكملش ودورهم كبير، لكن احنا دايما بيكون ورا الكاميرا ابطال مجهولين. احنا بقى في صباح الورد قررنا ان احنا لازم نلقي الضوء عليهم ونديهم حقهم من خلال برنامجنا، والنهارده احنا معانا الاستاذ ابراهيم عمران، واحد من ابرز الاسماء في عالم الريجيسير في السينما المصريه. دايما بنسمع لفظ الريجيسير، احنا مش عارفين الريجيسير ده بيعمل ايه بالظبط، ايه اهميته في الفيلم. هنتكلم معاه بقى عن الصنعه، اهميتها، كبار النجوم اللي اتعامل معاهم خلال اكتر من 40 سنه في مجال الشغلانه، الفرق ما بين الريجيسير زمان ودلوقتي يا ترى شكله ايه. تعالوا نرحب بيه ونقول له كل سنه وهو طيب. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم ومنورنا، وصباحك صباح الورد، كل سنه وانت طيب. صباح الورد يا ست الكل، وصباح الفل عليك، وصباح الورد على الساده المشاهدين، وحضرتك بالصحه والسلامه، واهلا بحضرتك. صباح السعاده عليك يا عم ابراهيم، وبصراحه احنا مبسوطين بوجودك معانا، وطبعا هنكون مبسوطين اكتر بالحكايات والاسرار والكواليس اللي حضرتك هتحكيها لنا. بس قبل بقى ما ندخل في الكواليس، خلينا الاول نعرف الساده المشاهدين مهنه الريجيسير او الريجي زي ما بنسمع كمان، هي عباره عن ايه؟ وايه دورها كمان دلوقتي في السينما؟ صباح دلوقتي الورد. وزمان طبعا. صباح الورد على حضرتك، واهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين كلهم. اهلا. الريجيسير ده هو العمود الفقري في العمل ككل. هو المسؤول عن كل كبيره وصغيره. هو مسؤول عن الممثلين، هو مسؤول عن الاستاف، هو اللي بيدي الاوردرات للمكياج، للكوافير، للكاميرا، للاضاءه، للكرين، لكل ما هو خلف الكاميرا هو المسؤول عنهم. بيطلع الاوردر، بياخد الاوردر، بيبلغ النجوم، عندك اوردر بكره الساعه كذا، مشاهد كذا، ملابس كذا، في الحته كذا، ويطلع كومبارس، عدد الكومبارس، بينفذ الكومبارس، بينفذ الادوار السنويه. يعني الريجيسير ده هو دماغ المخرج، هو عين المخرج. هو الريجيسير العمود الفقري في العمل ككل. اختلفت الشغلانه من زمان عن دلوقتي، وطبعا يعني حضرتك بقالك 40 سنه او اكتر في المجال، فتقدر تفيدنا بقى. لا، اختلفت كتير قوي قوي قوي. يعني زمان الريجيسير ده كان هو عين المخرج، اي حاجه المخرج هاتوا ريجيسير، يجي له ريجيسير، عايز واحد يعمل دور ضابط، دور دكتور، دور اي دور، اذا كان يبقى الريجيسير عنده داتا. ايه الداتا بتاعته؟ الاجنده، وفي صور. زمان كنا بنمشي بشنط معانا فيها صور وجوه جديده. سر الشنطه السمسونايت بقى. أيوة. كنا بنشوفها دايما مع ريجيسير، بس يا ترى فيها ايه؟ ما حدش عارف. حضرتك بقى قول لنا فيها ايه. دي بقى اسمها الصندوق الابيض للبشر الجديد، اللي هو الوجوه الجديده. في ناس حد غوى تمثيل، صندوق السعاده زي ما بنقول كده. ده هو بيبقى فيها معانا الاجنده، فيها عناوين كل الممثلين اللي على بتوع مصر كلهم، والاستاف والفنيين، في صور للوجوه الجديده، في صور لناس عايزين يمثلهم، صور للشخصيات. بدل ما اقول له تعالى الفيلم فلان فلان عايزك للمخرج والى اخره، لا، بقول له يعني انا كنت بعمل احد الافلام وعايزين فيهم بطله مهمه. فطبعا بدل ما لسه هجيب له ناس وادي له ناس، فقال لي انت معاك صور؟ قلت له انا معايا صور. اتفتح الشنطه السمسونايت وريته الصور، قال لي انا عايز البنت دي وشها حلو قوي، هتعمل دور في. يعني ممكن تكون السبب في ان انت كمان تكتشف وجه جديد. طبعا ده الريجيسير. طبعا. زمان ودلوقتي شكله ايه؟ وخصوصا ان بقى في تكنولوجي وجوجل والناس كلها راميه صورها على الانترنت. طورت نفسك ازاي؟ او الشغلانه بقت عامله ازاي دلوقتي؟ هو كل جيل وله جوه، كل جيل وله الوقت بتاعه. احنا ماشيين حسب التكنولوجيا. يعني زمان كنا ما كانش في حاجه اسمها تليفونات. كان في حاجه اسمها لازم تروح للممثل البيت. يعني افتكر في يوم من الايام كنت بعمل مسلسل في التلفزيون اسمه الهروب الى السجن، بتاع الفنان احمد مرعي الله يرحمه، والفنان صلاح ذو الفقار، ومعانا ممثل. الممثل ده ساكن فين؟ ساكن في المطريه في حاره جوه حاره. ولازم اجيبه لانه عنده اوردر بكره. ومعايا انا العنوان، اسم كاتب لي اسم الشارع من بره. يعني ما كانش حتى في تليفون ارضي. لا، ما كانش في تليفون ارضي. كنا لازم مؤاخذه انام على السلم لغايه الممثل ما يجي ثاني يوم، واقول له عشان اقول له سلموا الاوردر، ويمضي لي عليه ويعرف ان هو ده وصل الاوردر ويجي بكره. زي المحضر كده، اكتر من محضر ومؤاخذه. ممكن ما لاقوش بعضه ويمشي. انا لازم ابات واجيبه، اعرف مين اصدقائه، مين اصحابه، بيسهر فين، بيروح فين. دلوقتي بقى الريجيسير بيعمل ايه؟ دلوقتي الريجيسير بيعمل ايه؟ دلوقتي بقى شغل، مع احترامي للجمله اللي انا هقولها، الريجيسير دلوقتي اصبح مقاول انفار. مجاميع بس؟ مجاميع. المخرج بس عندنا فيلم وفي 500 600 واحد، عايزين 500 600 واحد. وحتى كمان يا ريت الريجيسير هو اللي بينفذ، بيعتمد على سماسره. والسماسره بيجيب سمسار عشان يجمع 500 600 فرد، اذا كان في نادي او في مظاهره او في حاره، او ما بيعملش حاجه، بياخد فلوس على الجاهز.
وشؤون الممثلين او المساعد برضه مع احترامي للجمله اللي انا هقولها ده يعتبر ساعي بريد، مع احترامي لساعي البريد، ما هو لا بياخد الاوردر من المخرج المنفذ وبيديه الممثل وشكرا ملوش دعوه. مش المجاميع دول بيجوا من الكاستنج ايجنسي؟ يعني بيبقى في كاستنج، في كاستنج ايجنسيز عندها، عندها اللي هو المين الموديل المين وعندهم المجاميع. لا ما هو في حاجه، في فرق في المجاميع. في عندك اللي هو مجموع الحاره والموظف الشيك المتكلم الصامت الكلام ده كله، فكل ده بيبقى متوزع من خلال عايز مجموعه مثلا 15 20 فرد، الناس ديت ليها حد منهم هيقول جملتين، عايز ناس ستايلات معينه بيبقى انا معايا صورهم ببعت للمخرج شاف الصور ديت عجبته قال لك خلاص خلي الناس دي تيجي، بنعمل لهم مقابلات اذا كان عايز مثلا يكون واحده تعمل سكرتيره واحده تعمل موظفه متكلمه الكلام ده كله، كل ده وليه الجو بتاعه. اما بالنسبه زمان ما كانش فيه كده، كان المخرج هو عين يعني الريجيسير عين المخرج، انا عايز واحد يعمل دور ضابط، عايز واحد يعمل دور دكتور واثق فيك، انما النهارده ما فيش ثقه، ما فيش حاجه اسمها دلوقتي ايه كاستنج دايركتور، وكاستنج دايركتور ده هو المسؤول عن كل ما هو واحد بيقول سلام عليكم لغايه الورقه لغايه الدور الرئيسي. يعني زمان الريجيسير بعينه الفنيه او بنظرته يقدر يحط كمان او يختار الناس المناسبه للادوار. كنا بنتكلم ان احنا فتحنا صندوق الفن والسعاده وطلعنا صوره فنانه هتعمل دور فلاحه، كانت مين الفنانه دي بقى؟ كان الفنانه ديت كان الفنانه جيهان نصر، فنانه جيهان فيلم اسمه زياره السيد الرئيس، وكان المخرج الاستاذ منير رادي، وكان انتاج شركه رادي قرر الاستاذ محمد رادي والاستاذ سيد رادي والاستاذ منير رادي، فقال لك ابن واحد هيعمل دور زوجه حسن الاسمر بنته شاه جميل بريء هتعمل كده، وريت له الصور فاختار صوره جيهان نصر، فطبعا انا فرحت انه بيختار من عندي بنت، وديت بنت ديت هتبقى بطله في الفيلم. فطبعا كانت بدايتها طبعا كان في البدايه كانت تستعمل لسه ادوار سنويه صغيره وحاجات خفيفه كده انطلاقه بقى بطوله فدي طبعا كده رحت انا رايح رحت كانوا ساكنين ساعتها في العتبه، فانا رحت قابلت والدها وقلت له يا عم نصر في عندي في دور ودور بطوله ومع الاستاذ منير راديو والبنت فيلم مع الاستاذ محمود عبد العزيز وحاجه كبيره وفيلم سينما ارض الملعب النجوميه. المهم قال لي ايه لا هو مش لا يعني بتعمل اعلانات المهم ان انا عرفت ان انا اقنعه واقنعت البنت واقنعت والدتها وجي معايا راكب الموتوسيكل وكانت بنته على الموتوسيكل وانا ركبت الاتوبيس كان ساعتها من الصفرنك كان رحنا العجوزه سبقتهم هناك كان هو جه ورا مني المخرج قال لي فين البنت قلت له جايه ورا مني فجاه مفيش خمس دقائق البنت جت شاف الصور المخرج شافها انبسط بيها قوي شكلها وكانت من هنا بدايه من هنا بقى بدايه عملها طبعا كاستنج ولبسه اللبس الفلاحي فتاة احلام الشباب في التسعينات طيب احنا لما بنتكلم عن الفنان بقى ابراهيم عمران بنتكلم يمكن ناس كتير ما تعرفش ان بدايتك اصلا انت كنت عايز تمثل اساسا كنت عايز تمثل وبعد كده تحولت الى ريجيسير وبعد كده ليك موقف بقى مع اهم نجوم السينما لكن انا من وانا طفله صغيره في بيتنا كده بما ان اهلي سينمائيين قدام يعني كانوا الله يرحمهم بقى جميعا كنت اسمع قهوه بعره ايوه قهوه بعره ايه قصه قهوه بعره دي اللي معاك على قهوة بعرة يعتبر مش فنان رشدى باظ قعد عليها احمد زكي قعد عليها فريد شوقي قعد عليها كل نجوم مصر القدام قعدوا على قهوة بعرة لان كان دايما بنتجمع بنطلع الاوردرات قدام قهوة بعرة بنتجمع مكان وقدام منها في مكاتب الريجيسيرات اكتر من 12 مكتب في بيت كده قديم جنب سينما كوزموس ودي قهوة بعرة قدام منهم نتجمع بكره الساعه كام نتجمع على قهوة بعرة الساعه كده لان كمان ما كانش في تليفونات عند الاساتذه الفنيين كان دايما التليفون ده كان تليفون قهوة بعرة تليفون قهوة بعرة فلان بيبقى قاعدين مثلا من الساعه 10 الصبحيه لغايه ما يروح الساعه 12 بالليل اللي ما عندوش شغل بيبقى قاعد فلان عايز فلان وفلان يتصل بيه على قهوة بعرة فلان عايز فلان دي مكانها ايه وسط البلد كانت ولا كان في وسط البلد كانت في وسط البلد جنب سينما كوزموس والمكاتب كلها كانت دلوقتي المكاتب اتنقلت بقت في المهندسين زمان كانوا حوالي 10 15 ريجيسير وكنا ملمومين ومحدودين النهارده اصبح مئات من الريجيسيرات مئات من شؤون الممثلين مكاتب الكاستنج مكاتب الكاست بقى عندك ورش تمثيل عندك كاستنج دايركتون عندك شؤون ممثلين عندك مساعد ريجي عندك ريجيسير مع احترامي لكل الشغلانه باظت كل من هب ودب بقى بيشتغل فيها دلوقتي مكان لاي حد ممكن يخش فاكرينها شغلانه سهله اللي عايز يمثل خش اللي عايز يشتغل مساعد ريجيسير خش اللي عايز يشتغل ريجيسير خش لانها بقت شغلانه تجاريه واي حد ما عندوش شغلانه هو بيلعب فيها وخلاص متداري في وسط
الزحام. طب خلينا بقى ايه نرجع بقى خالص 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 للبدايات، من بدايه مسرحيه شاهد ما شافش حاجه. أيوة والموقف اللي حصل وغير حياه عم ابراهيم عمران من الالف للياء. أيوة. يا ريت بقى لو تحكي لنا عن كواليس المسرحيه دي. أيوة. ايه اللي حصل ده؟ انتوا عايزين انتوا عايزين 10 حلقات معايا مش حلقه واحده. يا سلام. بس لا ده انت احنا عايزينك تعدي في السريع كده على كل قصه شويه. لان ده لسه في عمالقه هنتكلم. طبعا انا اساسا من دمنهور. احسن ناس طبعا. الله يخليكي. دمنهور انا بطل من ابطال فرقه البحيره المسرحيه، وكنت بمثل وانا عندي 16 سنه. وطبعا جت يوم الايام قعدت عملت مسرحيات وبتاع، وقالوا لنا في مسرحيه بتاعت عادل امام الزعيم عادل امام مع احترامي ليه طبعا، اسمها شاهد ما شافش حاجه، هتتعرض في اكبر مسرح في دمنهور اسمه مسرح قاع المدينه. قاع المدينه ده حاجه جامده جدا جدا عند كده يعني. قالوا لنا فرحنا، وطبعا هيجي عادل امام وهيجي مش عارف عمر الحريري ممثلين كبار. فاحنا فرحنا فدعونا ان احنا نتفرج على المسرحيه ابطال الفرقه. المهم ان احنا رحنا وبتاع، وخلصت المسرحيه فطلعنا على المسرح سلمت طبعا على عادل امام، فرحت طبعا مدلع على الاوتوجراف. وتعرفت على مين؟ على سمعه الاقرع. سمع الاقرع ده اللي كانوا بيطلعوا بيقولوا ينصر دينك يا استاذ نفيس. ايوه يا استاذ خليفه. فالراجل ده راجل محترم جدا. انظروا الى هذا الملاك البريء. ايوه هو ده كان يعتبر البدايه معايا، ان اعطاني العناوين وقال لي انت واد بهلاوي او فهلاوي شكلك كويس وبتاع، ممكن تمثل تنزل اسكندريه في مكتب ريجيسير في اسكندريه اسمه محمد الرئيس، ده في محطه الرمل. ده كان بيستقبل اي مسلسلات اي افلام تيجي في اسكندريه، بدل ما يجيبوا حد من مصر لا كانوا بياخدوا رسالات هناك من اسكندريه. وناس قاعده في بنك، ناس حبيبه في كازينو، ناس حبيبه. المهم كده رحت له اخذت العنوان قلت له السلام عليكم. قال لي السلام ورحمه الله. قلت له انا من دمنهور وابطال فرقه البحيره المسرحيه، وعرفت انك انت في ناس بتمثل. قال لي طب تعالى لي بعد اسبوع. عدى اسبوع الاسبوع اللي جاي، عدى اسبوع الاسبوع اللي جاي، بتروح من دمنهور للاسكندريه، دمنهور اسكندريه دمنهور اسكندريه، هتجنن عايز امثل. فطبعا جه مره فجه بقى حلم ونفسي احققه من صغري. فجه طبعا فيلم اسمه انهيار. انهيار ده كان بتاع مين؟ كان بتاع الفنان سهير رمزي. سهير رمزي والفنان محمود ياسين. وكان اخراج الاستاذ احمد ياسين. كانوا بيصوروا فين؟ في اسكندريه. رحت الراجل قال لي عندك بدله شيك؟ قلت له، قال لي هات لي معاك بدلتين وبتاع. رحت من الساعه كان ميعاده 8 الصبحيه، انا رحت من الساعه 5 الصبحيه اشوف ممثلين بقى واشوف ناس وبتاع. حصل رحنا على التصوير، فانا واحد قاعد مع بنت كده وبتاع حبيبه كده ومش عارف ايه كذا. قلت له انا مساعد المخرج، قلت له انا عايز اتكلم. قال لي لا هنا مفيش كلام، اللي جايه ناس مجاميع وناس كده وبتاع، يوم شكرا مع السلامه. المهم ايه؟ قلت اوكي. عملت علاقات مع حد من الاستاف، قلت له انا عايز انزل مصر. فقال لي انزل على قهوه بعره. رحت نازل ايه؟ فين قهوه بعره؟ في الحته الفلانيه. خدت بعض رحت رايح على قهوه بعره، قابلت ناس هناك. راح بقى كان الشعر الطويل بقى والبدر والشياكه والاناقه، فبس اقول لهم انا عايز امثل. قال لي المكتب العماره اللي في الوش ديت مهجوره ديت فيها مكاتب رسالات، اطلع وانت ورزقك بقى تلاقي اوردر. ما كانش عندي ده هيبقى عندي ده، ما كانش عندي ده هيبقى عندي ده. المهم طلعت باوردر مسلسل تاريخي. دخلت ريجيسير كان اسمه تركي الهواري، قال لي بتعرف تمثل؟ قلت له طبعا انا بطل طفره البحيره. قال لي طب، كتب لي ورقه كده اوردر صغير، بكره الساعه 6 الصبحيه عند كريستو ده اخر شارع الهرم. وهتلاقي في ناس هناك هيجوا ياخدوك وبتاع. رحت في مجاميع وفي كومبارس وفي ناس كتير، وانا رايح طبعا بالبدله الشيك ومظبط حالي ما عنديش فكره عن الموضوع. رحت هناك شافوني، قال فين المتكلم؟ قلت له ما انا شاف الورقه. قال لي تمام. قلعت هدومي بدله وقاعدين في الخيم ولبست اللبس اللي هو التاريخي. دخلت اعطوني مشهد وانا فاكر الجمله بقول ايه؟ لقد ذهبت الى الشيخ يا سيدتي وقالت انا لا اذهب اليها. تقول لي من هم؟ قلت لها انهم غريبان وانهم غريبان ويحملان سره. بتقول لي ادخلهما امر مولاتي. ده كان اول مشهد اعمله. وحافظ المشهد طبعا لغايه دلوقتي ذكرى. لا صح؟ لا تمام. سناخذ من كل رجل قبيله. أيوة. قبيله خدي بالك بقى من الفيل اللي جاي بقى. لقد انا دخلت هنا خلصت من هنا، قال لك فركش الناس خلصت الصغيره تمام، ادور على البدله بتاعتي ما لقاهاش. اوبس. روحت طب انا هروح بايه؟ روحت بلبس تاريخي، بنطلون اللي هو السروال وشبشب اللي هو الصبع وبتاع كده من عندهم، مش لاقي البدله. انا مؤاخذه في وسط الهلومه دي كلها البدله ضاعت، اتسرقت الجزمه. وانت في لبس التاريخي بقى وفي المواصلات الناس كانت بتبص لك. انا بقى حصل فيه جميل ده، انا حتى ما رضيتش عشان اول مره ربشيت ودقني كده هو عاملين لي دقن وحطيت فيها وراكب الاتوبيس عشان اقول للناس ان انا ممثل عشان تكمل الطقم بقى. مش معقول. اقول لهم ان انا بس. المهم ايه؟ روحت بالطقم. رحت كنت ساكن ساعتها ايه في فندق ساعتها. لا ده انا حياه كتيره يعني. الراجل قال لي ايه ده يا استاذ وبتاع. ما كانش لسه في استقرار. ما كانش في استقرار. كان يوم فيه 10 بس فندق. ردود فعل الناس في الشارع ايه وانت ماشي كده باللبس التاريخي؟ وانا بقى عادي بقى، انا فرحان بقى ممثل بقى، عشان انا كل ده عشان الناس تشاور عليا. طب ابراهيم عمران ده ممثل. طيب احنا لما بنتكلم على الممثل العالمي عمر الشريف. حسن ومرقص وليك مشاركه في هذا الفيلم، لازم نتكلم عن ذكرياتك مع عمر الشريف، لكن بعد ما نشوف المشهد اللي جاي ده ونرجع مره ثانيه.
فيلم حسن ومرقص اللي شفنا منه مشهد دلوقتي هو فيلم علامة من علامات السينما المصرية الحديثة، واللي طبعا بيتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الوحدة الوطنية بين المصريين أو بين الشعب المصري كله اللي ما فيش ما بينه وما بين يعني ما بين بعضه أي اختلافات. طبعا أكيد هيكون في كواليس وهيكون في ذكريات عم إبراهيم هيحكيها لنا ويقول لنا يا ترى إيه بقى اللي كان حصل وراء الكاميرا، وخصوصا في المشهد الصعب ده، لأنه ده كان الماستر سين في الفيلم. المظاهرة دي أولا في مسلسل الفيلم ده مش كنت أنا اللي عامله، كان زميل اسمه أحمد حسن. دولت كانوا 1000 كومبارس. 1000 كومبارس. عدد كبير كمان. طبعا. فطبعا اليوم زي ده بيبقى محتاج ناس بتجري بتتحرك بتساعد، ناس هتلبس، ناس بتجري، نجمع المجاميع، وقف الناس، هات الناس، وناس صوتها عالي تزعق. وطبعا ده عايزين سيطرة. ومعروف في الوسط الفني ان انا الحمد لله رب العالمين من احسن الناس، مش بغرورا بكلم في كده، ان انا بعرف اسيطر وبحب الادارة صح على مع المجاميع بالحب طبعا وبالصداقه وبالشغل. كنت لسه هقول لك ده، هي بس مجرد يا عم ابراهيم الناس تشوفك تحبك وعلى طول يسمعوا كلامك على طول، وكله بالحب طبعا. فطبعا جه الريجيسير زميل احمد حسن قال له ابراهيم انا عندي 3 ايام في فيلم بتاع حسن ومرقص وعايزك تيجي تساعد معايا. ساعتها ما كانش عندي شغل، قلت تمام، طب في لقمه عيش وفي شغل، انا تحت امر الشغل، واحترم اي حد يقول لي في لقمه عيش اعمل لك، تحت امرك، لكلنا بناكل عيش مع بعض. ايه اللي حصل بقى مع عمر الشريف؟ المشهد ده كان بيضربوا بعض وبيعوروا بعض وبهدله والى اخره، وفي مولوتوف وفي كده. فجي بعد كده بقى ايه، المخرج عمل ستوب يعني 5 دقايق بريك للناس تستريح، راجل مشكور انا عايز اريح الناس والى اخره. فطبعا عمر الشريف واقف، فانا طبعا شفته، فكان معايا عم احمد مساعد بتاعي، فقلت له هات كرسي بسرعه للاستاذ عمر. قلت له استاذ عمر بعد اذنك كرسي تستريح بس عشان خاطر الله. قال لي لا والله. قلت له يا استاذ، قال لي لما الناس المجاميع دي تقعد ابقى انا اقعد. الله. قلت له يا استاذ برضه عشان خاطر انت تعبت. قال لي لا، اما الناس تقعد ابقى انا اقعد. مش شاكرين يا عم عمران وبتاع والى اخره. احنا بنتكلم على البريك بقى يا عم عمران. نعم. البريك بقى الاكل والشرب والحاجات دي، المجاميع والممثلين. والله هو طبعا الممثل ممثل بيبقى طبعا ستايله والكرفان بتاعه اللي حاطه. انما بالنسبه للمجاميع في اوردر زي ده بيبقى الريجيسير متفق مع الانتاج هل هيجيب لهم بريك ولا هيدي لهم بدل مع الاب. أيوه. ده حسب الاتفاق معاه. طيب لما بنتكلم عن اسطوره السينما المصريه احمد زكي. احمد زكي وانت ضربته بالقلم يعني الموضوع كان ازاي اما نقول يعني عم ابراهيم عمران ضرب اسطوره السينما المصريه احمد زكي بالقلم، والقلم كان بجد، ايه الحدوته دي؟ ده بنعمل فيلم الله يرحمه طبعا فنان جميل وفنان يعني كله احساس. فيلم اسمه البطل. البطل ده كان بتاع الاستاذ مجدي احمد علي المخرج. وكان مدير التصوير الاستاذ طارق التلمساني وانتاج الاستاذ سامي العدل، وانا ماسك الفيلم يعني الحمد لله. كان بتاع الاستاذ محمد هنيدي وبتاع الاستاذ مصطفى عمر والاستاذ احمد زكي ومجدي الخطيب ومروه حسين، مجموعه كبيره يعني. المهم جه في دور، احنا قال لك ابراهيم في عندنا دور ضابط تقدر تعمله مساعد المخرج. قلت له طبعا ده انا ممثل اساسا ما بحبش عندنا صوره الدور هي على التمثيل. فرد قال لي طيب تعال اقعد معايا. قعدت معاه حفظت المشهد اللي عايز اداء وهتضرب احمد زكي بالقلم وبتاع، وجا لي المخرج ومدير التصوير والمنتج قال له بس انت الوحيد اللي هتضرب احمد زكي في مصر، هتتشهر، هتاخد شعبيه جامده من الصاله وسكسهات وبتاع. وضربت احمد، قلت له ايه سخنت، قلت له ما انا جاهز، يلا جابوا لي اللبس والطربوش وبتاع. هو فين؟ انا مستعد للقلم، انا جاهز لاي حاجه. احمد زكي يا جماعه. ايوه احمد زكي ده هرم. طبعا هرم. طبعا هرم السينما. المهم حصل جينا عملنا بروفه وبتاع جاهزه كده. جه احمد زكي قال لي يا عمران. قلت له ايوه يا استاذ. قال لي انا ما بهزرش في الشغل، عايزك تضربني قلم زي ما قال الكتاب. يا خبر ده هو اللي طالب. هو اللي طالب، لان المفروض ان احمد هنيدي جري بيجري واحنا بنجري ورا منه وعايزين نقتله، وده واقف في باب الشقه من جوه وبقول له اوعى من على الاوضه. قال لي لا. قلت له بقول لك اوعى الاوضه. لا. قلت له بقول لك اوعى من على الاوضه يا كلب. رحت واكله بالقلم بس بشويش شويه. قال لي نعم يا استاذ. قال لي بقول لك اضربني بالقلم بجد. اتعصب. اتعصب لما ضرب القلم بالراحه فعلا. قال لي اضربني بجد. يا خبر. انا بيني وبينك انا اتكهربت. انا كان معروف عنه لما بيتقمص الشخصيه بيدخل جواها فعلا. جه بقى الاستاذ مجد احمد علي والاستاذ الاساتذه الاخراج والانتاج قالوا لي ما تخافش انت ممثل هتتشهر. سخنت اكتر وانا داخل بقى، رحت زقيت الباقي الشقه، اتخبطت في العظمه في رجليا في السفره، حسيت ده في دم نزل منها وانا مش في وعي. قلت له بقول لك اوعى من على الاوضه. قال لي لا. قلت له بقول لك اوعى من على الاوضه. قال لي لا. قلت له بقول لك اوعى من على الاوضه يا كلب. رحت ضربه بجد قلم بجد، لقيته راح ضربني باليد في صدري بجد بقى. قلت له اي.
قال لي نعم. قال لي يا استاذ. قلت له يا استاذ ضربتني جامد يا استاذ احمد. قال لي ما انا هطبطب عليك، تضربني بالقلم فلازم بدي اضربك. عيد تاني. لا والله. اه والله. يعني هو عاد المشهد بقلم بجد تاني. تاني عشان انا هو ضربني، انا قلت اي ضربني بجد. دي كان كام ده كان بيلعب بوكس اساسا. وخدت بوكس تاني حقيقي. اه خدت بوكس دي. انا قلت اي عملت ستوب. اه. جه بقى كده عاد المشهد وجه المخرج قال لي بص المفروض انك انت بتضربه وبترجع هسه كده عشان خاطر لما ايده تيجي بتبقى ايه بره ما تجيش ايه كانك جبت صدره وبتاع. فعملت ده فقال لي طب برافو عليك يا عمران، وبعد ما خلص راح اعطيني 50 جنيه وبتاع. مكافأة. وطبعا في الوقت ده 50 جنيه ده مبلغ عشان ضربته بجد. ضربته بجد. اه عشان اتقنت الشغل. لان في ناس كتير بتعيد 50 مره 30 مره. انا ثلاث مرات بس. مره انا ضربته بحنيه لان قلبك مش متوقع. وبعدين جبته قبل ما ننتقل يعني لنجم اخر. كنت اسمع وكنا نسمع كده انه النجم احمد زكي كان لما بيبقى شغال في فيلم ومتقمص شخصيه من وهو داخل اللوكيشن عضلات وشه نفسها واخده ملامح الشخصيه. الحقيقه هو فنان كل المقاييس اللي انت عايزاها. آه. كل حاجه بيخش متقمص 100%. بس لما بيتعايش خلاص بتتحسه شخص تاني. هو شخ... اه من اول ما بيدخل يعني انا اقول لحضرتك على حاجه. كنا في فيلم اسمه الامبراطور. اه وفي نفس الوقت كان هو ساعتها قاعد في فندق في وسط البلد. اه فروحت انا اجيبه ينزل الشنط بتاعته وحاجته وحطها في العربيه وبتاعه ويلا يا استاذ يلا بينا وبتاع. والله العظيم اقول لك كده. فقال لي خلاص نزلوا الحاجه عند راجل السواق، خلي السواق يسبق هو وانت تجيلي. نزلنا حاجه وطلعنا. نزل قلت له يلا استاذ العربيه واقفه تحته وبتاع وكده. قال لي عربيه ايه؟ قلت له عشان نروح التصميم المصرف في وسط البلد. قال لي لا يلا بينا خدها على رجلين. خدها على رجلين من رمسيس من عند المهم من عند ميدان عبد المنعم رياض لقهوه بعرب. قال لي يلا بينا نروح قهوه بعرب. قلت له يا استاذ احنا عندنا تصوير. قال لي انت مالك؟ نروح قهوه بعرب. طب التصوير بيدور علينا وما كانش لسه في تليفونات ولا في كلام زي كده. مفيش موبايل. اه مفيش. ده يدور علينا شمال ويدور علينا مين. قعدت شربنا شاي وشربنا حاجات ومدير الانتاج بيدور علينا. فجاي مدير الانتاج راح يشرب شاي في على القهوه او بعرب لقانا قاعدين فبيزعق لي. قال لي انت ازاي الممثل معاكم بتاع. قال له طيب. قال المدير قال له انت مالك انت ماله. انا قال له تعالى اقعد هنا. قلت له يا استاذ كده هنمشي كده من العمل يا استاذ. قال لي مالكش دعوه انا مش ام امك انت معايا. المهم شمال يمين. بعد ما خدت كيف شرب الشاي وظبط نفسه قال بينا نروح التصوير. اه ايه رايك بقى يا عم ابراهيم نروح نشوف لك مشهد من فيلم الحاسه السابعه واللي انت شاركت فيه ونرجع على طول. يلا بينا. الله الله عمري ما شجعه. انا استنى يا كابتن يحيى استنى انا لسه ما كملتش. مش المهم عندي انت يا استاذ، المهم عندي انت يا بطل. يا ريت تتصور مع كابتن ميس حلو من تلميذك دولت يا بطل. لا الولد ابو نضاره يرجع ورا، شكلك وحش مش عاجبني. النضاره دي مش مظبوط عليك. يلا ورا. حاضر. ايوه حلو قوي هو ده. ثابت ستوب. شفنا مع بعض مشهد من الحاسه السابعه وعايزين بقى نتكلم عن هذا العمل ومشاركتك فيه. ده كان فيلم دمه خفيف جدا جميل. كان اخراج الاستاذ احمد مكي هو اللي كان المخرج على فكره، وطبعا كان بطوله احمد الفيشاوي ويوسف داوود مجموعه كبيره. فجي دور المخرج فبص لي كده المخرج احمد مكي ممثل جميل فقال لي ابراهيم في دور مخرج طيب عجبان قوي الباريه اللي انت بتلبسه ده. قدام بلبس الباريه وبلبس الكوفيه والبلطو. قال لي عجبني الستايل بتاعك ده، يلا بكره انت هتعمل معايا دور مخرج. قلت له تمام يا استاذ. خدت المشهد والكلام وحفظت المشهد وعملت المشهد زي ما هو عايز يعني. الفيلم كان دمه خفيف يعني وكده. هو فيلم بصراحه كان حلو جدا جدا. ده يخليني اسالك اكتر مخرج اشتغلت معاه وحبيت الشغل معاه جدا. كان دمه خفيف، كان طيب، مثلا بيتعامل مع الناس ازاي؟ مين اكتر مخرج زمان ولا النهارده؟ الاثنين. خلينا في زمان طبعا الاول. انا كنت احب نيازي مصطفى قوي الله يمسيه بالخير. طبعا الاستاذ نيازي مصطفى كان طيب جدا ولذيذ وبشوش. حتى لو الممثل اتاخر ومحدش جه كان بيعمل ايه؟ يصور العصافير او يصور اي حاجه فركش اليوم اتحسب للعمال. زمان كانوا يشتغلوا خمس ايام هو الاسبوع. اسبوع كله. يومين يعتبر نص اسبوع عشان الناس تقبض. ايوه. كان في طبعا اشتغلت مع ناس كتير. حرام مات مقتول في شقته. الله يرحمه. طيب لما نتكلم عن بقى عبقري السينما في الاخراج المخرج العالمي يوسف شاهين. عمال الله. قول بقى ده مدرسه. الذكريات الجميله والناس كده. الجميله. احنا بنتكلم عن عملت مع الاستاذ يوسف شاهين فيلم سكوت هنصور. الله. وعملت معاه اسكندريه نيويورك. جميل. وعملت معاه هي فوضى هو مع الاستاذ خالد يوسف. وكان في فيلم بيتعرض بالليل
اسمه جميلة أبو حريت بتاع ماجدة لما عزبوها وقصوا شعرها الفيلم ده شوف الإحساس عامل إزاي، شوف الدراما عاملة إزاي، إنك أنت قاعدة بتصدق الممثل مش ممثل قدام منك، بتصدق موضوع بحقه وحقيقي من منظورك انت بقى يا عم ابراهيم، لان انت اشتغلت مع عمالقه في تاريخ السينما سواء اخراج او ممثلين او او او، ان احنا بنقول يوسف شاهين مخرج عالمي، ايه اللي بيميزه وخلاه عالمي من وجهه نظرك؟ كل واحد له دماغه، كل واحد له عصره، كل واحد له فكره. انا ممكن ابقى عالمي في ثانيه من كتر التكنيك، التفكير، الموضوع، الشغل، اعرف ازاي بظبط شغلي، ازاي بعرف اعمل اداره شغلي، بعرف اوصل اللي انا عايزه. انت في مشهد قلت له انت عيطتني يا استاذ. ما هو اقول لحضرتك، ما هو ده اللي انا بحكي لك القصه بتاعت ان هو كان بيعمل سكوت هنصور. ايوه. وروحت كان بالليل الفيلم بتاع جميل ابو حريد. أيوة. اتفرجت عليه. انا عيطت فعلا. جيت تاني يوم فقلت للاستاذ يوسف، قلت له استاذ انت ليه عيطتني امبارح يا استاذ؟ قال لي انا عيطت، قلت له قلت له فيلم بتاع جميل ابو حريد، ايه الدراما وايه الشغل وايه العسل ده يا استاذ؟ قال لي عجبك؟ قلت له فبص لي كده راح عامل لي كده، قال تمام. يعني ايه الجو اللي احنا بنشوفه ده؟ ايه الدراما اللي احنا بنشوفها دي؟ ايه الشغل الخطير ده؟ مش النهارده مع احترامي كله عايز يحفظ الجملتين ويقول، زمان كان في احساس، كان في مشاعر، كان في اداء، كان في تمثيل، كان في صدق. النهارده ما فيش صدق، النهارده حافظ يلا خش شكرا اللي بعده، موضوع اصبح موضوع تجاري وليس فن. طيب بالكلام عن المخرجين، خلينا برضو نروح للمخرج الجميل خالد يوسف. وبرضو اكيد في كواليس مع حضرتك محدش يعرفها خالص، يا ريت برضو لو تحكي لنا عنها. لا انا الحمد لله رب العالمين، انا الوحيد اللي عمل افلام الاستاذ خالد يوسف كلها. استاذ خالد يوسف من الناس الجميله جدا، ابن بلد، جدع، ادرجي، مفتح، كل الصفات اللي انت عايزاها من ابن البلد. ابن بلد صح، هو خالد يوسف ابن بلد صح. بيعرف ازاي يتعامل مع الممثل، بيعرف ازاي يتعامل مع الاستاف، بيعرف ده حضرتك اللي جنب استاذ خالد يوسف. ده انا كنت ده فيلم الرئيس عمر حرب، كنت انا برضو بعمل فيه دور خليجي. وحصل موقف بيني وما بينه في الفيلم ده، وانا ما كملتش تمثيل على فكره. يعني حصل موقف كان المفروض ان هو في حد بيرمي فلوس، وبعدين انا بقول مصاري يا ربي، مصاري مصاري. فانا عينيا جت في النن، جه في الكاميرا وفي كاميرا كده اهو، فقال لي ستوب. قال لي انت بتبص للكاميرا؟ ايوه. قلت له لا انا ما اقصدش راس دي بروفا. قال لي بروفا زي التمثيل عندي. راح جنب مني وقعد جنب منه على المونيتور. قال لي شايف نفسك؟ قلت له والله ما اقصد، انا بص للكاميرا. ده انا مصاري يا ربي، مصاري مصاري. انا بقول يا رب انت تخلينا فوق. خلينا بقى نتكلم عن النجوم اللي كنت سبب في اكتشافهم. يعني احنا عرفنا مبدئيا جهان نصر، خلاص مين تاني؟ لا مين في اللي كتير. كنت السبب في شهرتهم ولا في شهرتهم؟ هو ده رزق. طبعا، وده كل واحد بياخد رزقه وربنا ما بيكرم. بس ربنا بيجعلنا اسباب، ربنا بيجعلنا اسباب لبعض. يعني كنت سبب بقى في الخير على مين، او كنت وش الخير على مين؟ انا اقول لك على بنعمل فيلم اسمه كف القمر. كف القمر طبعا بتاع الفنانه وفاء عامر. كان معانا استاذ خالد صالح، استاذ ياسر المصري الله يرحمه، فنانه جميله بنت البلد، وفاء عامر جميله جدا جدا. قاعده انا وهي في الاوضه، والله العظيم بقول لك كده، قاعدين انا وهي في الاوضه في الاقصر ومعاها المساعده بتاعتها. قالت لها صدقي يا فلانه ان عمك ابراهيم ده ياما شغلني معاه في المجاميع. قلت لها ما تقوليش كده يا استاذه، انت طول عمرك استاذه وخريجه معهد. شوفي، ومن ليس له ماضي ملوش حاضر. الانسان اللي بيتكلم عن ذكرياته بكل حب وتقدير مهما كان هو ايه والنهارده بقى ايه وفاكر الذكريات القديمه، ده ليه يعني كل خير ومحبه. قلت لها ما تقوليش كده يا استاذه، انت طول عمرك استاذه وبتاع. مين اسامي تاني؟ محمد هنيدي، النجم المتالق دائما، بدأها من الصفر وهو اعترف بنفسه وقال انا اشتغلت كومبارس، وما دام هاله فاخر قالت ان هو اشتغل كومبارس. مش عيب ان الانسان يبدا صغير وربنا كرمه وعطله ويوصل النجوميه. ما كانش عنده تليفون بالظبط، انا كنت بتصل بيه. كنت بتصل بيه عند الجيران. وكان بيجي قاعد والجيران يقول لي يا عم ابراهيم احنا عايزين نمثل، اشمعنى الراجل القصير اللي معاكوا ده وبتاع وكلام ده. بس على فكره دي تحسب له، يعني اي فنان هو بيعترف صح ان انا اشتغلت كومبارس واشتغلت ادوار ثانويه. وده بقول لحضرتك شهاده الانسان يعتز بيها، ان هو يعني ومن ليس له ماضي ملوش حاضر. لا بس بقول لك ايه برضه، يعني نجم النجوم. بس يا ابراهيم يعني مش كل الناس كده، ده كان في موضه كده انا فاكره في مجلات زي الموعد و تبص تلاقي شويه رقصات، يعني مع احترامي للرقصات وفنانات على عيني وعلى راسي، تقعد كل واحده تطلع لك بقصه تقول لك انا جدي كان باشا وكنت في مدرسه معرفش ايه واتقلب. لا سالونا احنا بقى، اهلي احنا بقى كرجيسير هو كاشف الاسرار، عارف مين ساكن فين، عارف مين ده اصله ايه، بدايته ايه، نهايته ايه، بيسهر فين، بيروح فين، كل حاجه موجوده عندنا. اشتغلت واحنا غطر وسط عليهم وكلنا اسره واحده. اشتغلت مع محمد رمضان. محمد رمضان ده يعتبر الصديق الوفي.
لا والله. كلمنا عن جدعانة محمد رمضان كده سريعا. لا لا محمد رمضان ده ابن بلد زي احمد السقا ابن بلد و لا ناس كتير كريم عبد العزيز حد شباب جميل الواحد بيتفائل بيهم في كل حته بيروحها كفايه الحب والاستقبال لما يعني اقول لحضرتك على محمد رمضان انا شفته زمان كان بيجي لنا المكتب في عماد الدين وعايز يسرع على شغله بيجتهد وبيجي طبعا طبيعي الواحد يبدا بسيط وبعدين يكبر طبعا فهو عاجبني كفاحه ان انا وصل للنجوميه الكبيره والعظمه بتاعت ربنا ربنا ما بيديش لواحد كده بالسهل ربنا بيدي يعني مش حقيقي اللي بيتقال عليه انه مغرور لا 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 اسالوني انا يا جماعه محمد رمضان اجتهد تعب شقي شاف اللي هو ما شافوش ولغايه ربنا كرمه وخد دعوات والدته ووالده وربنا وصل كرمه وصل اللي هو فيه. شكرا جزيلا عم ابراهيم عمران. انا بس عايز اقول حاجه فضل. انا بشكر مراتي ده اهم شيء انها وقفت معايا السنين دي كلها وتعبت وعايز اقول لها كل سنه وانت طيبه عيد ميلاد زواجنا الشهر ده يوم 20 باذن الله اقول لها كل سنه وانت طيبه يا زوجتي الحبيبه وربنا يبارك فيك وفي ولادك ويكونوا في احسن اولاد ان شاء الله يا رب كل سنه وانتم طيبين ويا رب دايما عايشين مع بعض في سعاده وحب وهنا كل سنه وحضرتك طيب عم ابراهيم عمران كان معانا وكان ضيفنا ريجيسير من اهم الناس اللي اشتغلت في الشغلانه دي من 50 سنه عرفنا كواليس وعرفنا حكايات وحاجات كتيره جدا بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا الله يخليك وانا شاكر لحضرتك وشاكر للساده بس عايز اقول حاجه لمصر بقى اتفضل بقول بحبك بحبك يا مصر يا حريه ده انت روحي وعينيا وجهد وإيديا يا أم البلاد العربية يا مصر يا حرية وتحيا مصر تحيا مصر صباح الورد الله عليك الله عليك وأحلى ختام وإحنا مكملين معاكم كل أسبوع وصنايعي جديد من صناعات الفن في صباح الورد وصلنا لنهاية حلقتنا بنشكركم لحسن المتابعة بكرة إن شاء الله هنلتقي في معادنا ساعتين من قبل دلوقتي في صباح الورد.